إذا للوقوف عند إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمقاطعة الشعبية لها، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم حياكم الله، مرحبا بكم. يعني في قراءة أولية للنتائج، هل ترى بالفعل أن هناك تغييرا على مقاعد مجالس المحافظات؟ وبالمجمل كيف تابعتم النتيجة أستاذ كاظم؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة هذه الانتخابات التي جرت في عموم 15 محافظة عراقية لمجالس محافظات عراقية، قد غيب عن المشهد الانتخابات منذ أكثر من عقد من الزمان، 10 سنوات. هذه المحافظات طبعا بطبيعة الحال كانت بحاجة إلى أن يكون هناك مثل غيرها من المحافظات، يعني بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى يعني إصلاح الشأن المواطنين عبر مجالس المحافظات. ولكن يعني آمال المواطنين أكيد بطبيعة الحال، وإن كانت في الماضي يعني كانت تجربة مريرة بالنسبة للمواطنين والناخبين، أن هذه المجالس ربما انشغلت بمشاكل السياسية أكثر مما انشغلت عن تقديم الخدمات وتوفير بيئة آمنة صالحة للمواطنين من حيث يعني الرفاهية الاقتصادية، وكذلك التعيينات والعمل والضمان الاجتماعي وخدمات أخرى. كان هناك يعني آمال معقودة أن تكون هذه الانتخابات لربما فيها نقلة نوعية، بحيث أن لا تتكرر سابقاتها يعني نتائج الانتخابات. ولكن مع الأسف الشديد يعني القوى الماسكة على السلطة خاصة في البرلمان العراقي، منذ أن سن القانون الجديد، هم اولا عادوا بالقانون الى قوانين الى قانون السابق، قانون ساتليجو. هذا القانون طبعا بطبيعه الحال ربما اكثر من 80% من الشعب العراقي قد طالبوا بتغييرها في يعني في ثوره تشرين، وفعلا حدث هناك تغيير، ولكن الاحزاب السياسيه عادوا مره اخرى الى هذا القانون. فكانت هناك آراء بالمقاطعة، وكانت هناك رأي آخر متمثلة بالأحزاب المشاركة في السلطة بالمضي بالعملية الانتخابية، ويعني كونها كانت فرصة لهم ببقاء في السلطة وامتداد إلى هذه المحافظات التي كانت يعني لم تبقى فيها مجالس محافظات، فعادوا مرة أخرى بالتولي إدارة هذه المحافظات عبر هذه الانتخابات. أستاذ كاظم، الملاحظ هو غياب فئة الشباب عن المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات بعد المقاطعة الكبيرة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية السابقة، بما تفسر ذلك؟ يعني بطبيعة الحال الشباب العراقي، الكل يعلم الوضع يعني الاقتصادي السيء للشباب العراقي بكافة مستوياتهم، سواء كانوا في الجامعة أو في يعني حتى بعد التخرج، وكذلك في أماكن أخرى البطالة يعني يسود الحالة في الشباب. وفي مجالات السياسية خاصة الانتخابات، يعني في العراق مع الأسف الشديد الشاب العراقي عندما يفكر بأن يخوض في العملية السياسية طبعا معتمدا على قدراته الذاتية، لا يجد هكذا فرصة، من حيث أن الانتخابات في العراق الكل يشهد بذلك أن التكاليف الانتخابات باهظة الأثمان جدا. المال السياسي يعني يلعب دورا مهما في هذه المجال، فلا يجد الشاب في هذا المجال إلا أن ينضم إلى حزب تقليدي اللي ربما حكم العراق منذ 20 سنة، فكانت النتائج أن أوصل الشباب العراقي إلى عزوف عن الانتخابات، إلى أن يكون هناك حالة من البطالة السائدة وفساد وإلى آخره، فلا يتشجع، أو حتى إذا تشجع كما ذكرت أن يكون حزبا أو يشكل كتلة مستقلة عن هذه الأحزاب، فلا يجد هذه الفرصة من حيث
يعني أمور المادية الاقتصادية، والدليل على ذلك أن أغلب الفائزين 6 محافظين فازوا مرة أخرى في هذه الانتخابات، وأبناء المحافظين وأبناء المسؤولين. نعم. فمن يملك المال السياسي يعني هم يتصدرون قائمة الفائزين في هذه المشهد. أما إذا يعني أخذنا بعين الاعتبار وجوه جديدة أو كتل ناشئة، فلا يعني نجد إلا بقدر أصابع اليد يعني ربما 5 6، وهذه النسبة لا يؤثر من المجموع العام في هذه المرحلة. أستاذ كاظم، المقاطعة أصبحت سمة واضحة للانتخابات في العراق، ولكن في هذا المفصل إلى أي مدى ترى أن الشارع العراقي أصبح بالفعل قادر على تحقيق المصير وتحقيق القرار؟ يعني بطبيعة الحال اليوم نشهد في هذه الانتخابات يعني كتلة كبيرة جدا، أقصد العراقيين، مواطنين عراقيين، وليس كتلة محددة مثل ما يعني هو رائج في الإعلام، التيار الصدري وغيره. قبل التيار الصدري كذلك هناك يعني مجموع من الشعب العراقي عازفون على الانتخابات منذ يعني فترة كبيرة جدا، ومع التيار الصدري أصبح هناك عزوف أكثر فأكثر. فإذا عزف الشعب العراقي أو الكتلة المؤثرة الطالبة بالتغيير عن الانتخابات، فمن أين يأتي التغيير؟ فلا توجد هناك تغيير في المحصلة النهائية، بل أن البرامج هي نفسها، الأحزاب الماسكة على السلطة منذ سنوات في العراق هي نفسها جاءت ربما بتغييرات في أسماء الكتل، ليس إلا وإنما الوجوه والامتدادات والزعماء السياسيين هم أنفسهم لم يتغير. ولكن أستاذ كاظم، أستاذ كاظم، الأحزاب الحالية أعلنت في برامجها أو في برنامجها الانتخابي أولويات، منها مثلا محاربة الفساد وأيضا ربما السعي نحو التنمية. لماذا لا يثق الشارع العراقي بهذه الأحزاب؟ ما السبب في ذلك؟ لأن هذه البرامج يتكرر في كل 4 سنوات، في كل الدورات الانتخابية نفس البرامج يتكرر، محاربة الفساد وإلى آخره، والنتائج بعد 4 سنوات لا تظهر يعني بصورة صحيحة أو بصورة مقبولة. الفاسدون يعني يبقى الفساد في حالة مستشرية ولا تتوقف ولا تقل هنا وهناك. فهذا هو الأمر يعني، والمجرب لا يجرب يعني، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهذا الحاصل. فكيف يثق الجمهور بالشعارات أو ببرامج هي نفسها يعني كانت قديمة ومجربة؟ أستاذ كاظم، غياب التيار الصدري أو مقتدى الصدر عن هذه الانتخابات، هل سيثير الصراع السياسي من جديد برأيكم؟ بصراحة أن يعني عندما قاطع التيار الصدري بشكل علني في هذه المرحلة، يعني بمعنى أنه عاد إلى العملية السياسية بوجه آخر. كان هو يعني عندما قاطع العملية السياسية يعني ابتعد عن العملية السياسية بشكل مطلق، ولكن عندما عاد ويعني شكل هذه الظاهرة المقاطعون، هذه نوع من الممارسة السياسية، ولكن النتائج السياسية القادمة للتيار الصدري كيف يكون وكيف تكون معالمها، هذا ما يعني الباحثون والمراقبون يبحثون. سيد مقتدى الصدر عندما يعلن المقاطعة ويشكر المقاطعون بعد نتائج الانتخابات، فلا بد أن يكون له دور وموقف بعد مصادقة على نتائج الانتخابات، وإلا سوف تكون يعني هذه المقاطعة بلا حكمة. ولا أقصد يعني هناك يعني هكذا دعوة بدون مقدمات أو بدون تفكير سياسي أو بدون يعني رسم سياسات من قبل مستشارين لسيد مقتدى الصدر، بل لابد أن يكون له دور قادم في قادم من الأيام. ولكن كيف يكون هذا الدور سوف يعني يرسمها تيار الصدري بنفسه. عبر سكاي من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.